مشاهدينا، تعرف لغة الجسد بأنها لغة تواصل نستخدم فيها الكلمات، وتعني قيام الأشخاص بأي فعل يقومون به باستقاء معنى محدد من، والسلوك غير اللفظي من الأمور الدقيقة وأيضا المعقدة، إلا أن من الممكن أن نفهمه وإدارته في حالة استخدامنا عدد من القواعد وأيضا المهارات. فعلا يا زينب، أيضا مشاهدينا لحديث أكثر عن هذا الموضوع نرحب بضيفنا الأستاذ عبد الرحمن الكندي، مدرب دولي. هلا ومرحب فيك، صباحك ورد وسعادة. صباح النور والسرور. بداية أستاذ عبد الرحمن، يعني كيف نقدر نقرأ لغة الجسد؟ قراءة لغة الجسد مثل ما تفضلتي بداية في تعريفك أنه سلوك غير لفظي. السلوك هذا ناتج عن ما يجول في خواطرنا وأثناء تواصلنا مع بعض. طبعا بالممارسة بالملاحظة وقت ما نحن نتعامل مع الناس مباشرة نحن نشوف هذا السلوك يجي اوتوماتيكيا يعني. أكيد نعم. طبعا أستاذ عبد الرحمن، أكيد هناك أنواع عديدة لهذه اللغة، فما هي أنواع لغة الجسد؟ أنواع لغة الجسد، قبل أن نأتي إلى لغة الجسد، هناك عندنا الحقيقة ثلاث أنواع من اللغات أثناء التواصل المباشر بين الأشخاص: لغة الصوت أو اللسان، ولغة نبرات الصوت، ولغة الجسد. المفارقة صحيح. العجيبة أن 93% من التواصل بين البشر هو تواصل غير لفظي. صحيح. إذا بنضرب مثال في هذا، نفترض أني أنا مثلا بمدح ابني، فأنا بستخدم النوع الأول فقط الصوت، والله مثلا أقول لابني عبد الله أحبك عبد الله، وصلت رسالة له. إذا أضفت لها نبرة الصوت ممكن أقول أحبك عبد الله، صار في شعور. إذا أضفت له لغة جسد ممكن أنا أحتضنه وأقول له أحبك عبد الله، هنا يكون الأثر أبلغ. صحيح. نعم، نيجي عند لغة الجسد الآن. أنواعها الحقيقة كثيرة جدا، ممكن نحن نلخص في مسألة لغة العيون، والعرب كثيرا ما كانوا يتحدثون عن لغة العيون، هي لغة قوية جدا ومن أقوى لغات الجسد. لغة اليد، لغة الذراع، لغة إيماءات الرأس مثل الموافقة أو الرفض وما شابه. هناك عندنا لغة المساحة الشخصية لكل إنسان، وعندنا أيضا كذلك لغة الرجل ووضعيات الجسم المختلفة طبعا. صحيح. أستاذ عبد الرحمن، من الممكن للأشخاص أن يكذبون في بعض الأحيان، وممكن أن ما تكتشف كذباتهم، ولكن الجسد دوما يقول الحقيقة في لغة الجسد. خبرنا ما أهمية لغة الجسد في حياتنا اليومية، وهل فعلا الجسد يقول الحقيقة عبر إيماءاته ولغة الجسد؟ فعلا لغة الجسد هي مهمة للغاية، لأن أساسا هي عبارة عن تعبير للحالة الداخلية لأشخاصنا، لذلك وهي نتعامل معها في كل الأوقات مع كل الأشخاص طوال اليوم، فهي مهمة جدا جدا. نعم. فيما يتعلق بأهمية لغة الجسد، بنيجي لكشف، بنبدأ بكشف الخداع والكذب. نعم، ممكن تستخدم أسلوب أو تتكلم بكلام جميل، إلا أن العقل الباطن داخليا يرفض هذا الأمر، فيتصرف الجسد ممكن يكون مخالف لما تتحدث عن، فيكشف خداع هذا الإنسان. تكمن أهمية أيضا لغة الجسد في أن هي وسيلة تأثير وإقناع قوية جدا، لذلك الناس في الخطابات الرسمية والناس المؤثرين يستخدمون لغة الجسد بشكل قوي جدا. أي إنسان تجدونه ذو تأثير على الناس، ثقوا تماما أنه يستخدم لغة الجسد بشكل ممتاز، ويستخدم الذكاء العاطفي بشكل قوي. لغة الجسد مهمة جدا مثل ما قلنا، لأنها تساعد كثيرا في الإقناع، تعطي للإنسان قوة أثناء المفاوضات، هي وسيلة قوية لإنجاح المفاوضات، وسيلة قوية للاستثمارات وفي جميع جوانب الحياة. نعم. أكيد طبعاً أستاذ، لكل انفعال أو لكل حركة لها دلالة معينة، فما هي دلالات الانفعالات المختلفة؟ دلالات الانفعالات المختلفة هي واضحة. الإنسان إذا كان سعيد، الأصل أنه يبتسم، يضحك،
إذا كان غاضب ممكن يقطب الجبين، ممكن تتسع عيونه، ممكن نحن نقول يهب، يعني يفترش، يكبر من حجم جسمه. البعض يضع يده على الخصر، البعض ممكن ينفخ نفسه. هذه دلالات. صحيح. قارئ لغة الجسد الجيد يبحث دائما عن الانسجام، يبحث دائما عن التوافق بين ما يقال وبين ما هو يرى أمامه أثناء سياق الحدث نفسه. صحيح. أستاذ عبد الرحمن، هناك العديد من الكتب الموجودة اليوم في المكتبات، لغة الجسد، إيماءات الجسد، ومسرح المشاعر. خبرنا أكثر، هل من الممكن التعرف على إيماءات جسد الآخر والتعرف على ماذا يريد أن يقول من داخله وليس عبر الكلام يعني؟ ممكن تعيدين السؤال لو سمحتي؟ أقصد في أستاذ، في العديد من الكتب للغة الجسد، تأملات، إيماءات الجسد، مسرح المشاعر، هل عن طريق الكتب من الممكن أن نتعرف على إيماءات جسد الآخر؟ نعم، الكتب هي وسيلة ممتازة ومهمة جدا، لأن الكتب هذه متعوب عليها وفيها توثيق علمي، ولكن الإنسان يحتاج بعد القراءة دائما للممارسة والتجربة، ويعني حضور بعض ممكن يكون يستفيد من بعض الورش. وأساسا هي مثل ما يقولون تأتي مع تجارب الحياة. كثير من تجارب الحياة اللي نحن نعيشها اليوم هي عبارة عن تعبير للغات أجسادنا معروفة، لكن الكتب بدون شك أن الكتب هي مصدر رئيسي، يعني خاصة الكتب المعروفة والموثقة. نعم أكيد طبعاً أستاذ عبد الرحمن، مثل ما تساعدنا الكتب على قراءة لغة الجسد، ما هي أهم العوامل اللي تساعدنا أيضاً على قراءة هذه اللغة؟ أهم العوامل اللي تساعدنا، رقم واحد معرفة المعنى، اثنين معنى التصرف، اثنين الممارسة. كل ما مارس صحيح. أكثر، أقصد التركيز، بمعنى شخص ممكن نحن أحياناً أثناء الورش نطلب من الناس تست، نقول لهم خلاص اليوم ترجعون مثلا شوف لك برنامج تلفزيوني، شوف مقطع انت تحبه وحاول بدون صوت، خله ميوت وشوف ردة فعل الناس، بعدين ارفع الصوت مرة ثانية وشوف انت قراءتك للغة الجسد امام هؤلاء الاشخاص، ممكن صحيح. مع الاصدقاء، ممكن مع الاهل. نعم، هي الممارسة هي تقريبا الفيصل الاكبر يعني في الموضوع. صحيح. أستاذ عبد الرحمن، كيف تؤثر لغة الجسد في انطباعاتنا الأولى للأشخاص، وخاصة بطريقة السلام وإبداء الاحترام والتقدير للآخر؟ لغة الجسد هي لعبة، لعبة لعبة جميلة وممتعة وذكية، لذلك يمارسها أكبر الأشخاص ممكن في أعلى المناصب، يمارسها الجميع. لغة الجسد ذات تأثير قوي جدا، لذلك مثل ما تفضلتي في المصافحة، ممكن المصافحة تكون باردة، ممكن المصافحة تكون ودية، ممكن تكون فيها ودية مع نوع من السيطرة، في بعض المصافحات في العالم تعتبر غير جيدة، نعم. ولكن نحن نقول دائما لما نحن لما نحكم على وضعية معينة، لأن لغة الجسد أنا أحكم على موضوع لحظي، أنا ما أتكلم عن نمط شخصية إنسان، أتكلم عن حالة معينة أمامي الآن، أحكم على هذه الحالة بناء على السياق اللي أمامي. ممكن تكون مصافحة باردة لكن إنسان مريض، صحيح، ممكن إنسان ما أخذ باله، وممكن إنسان يتعمد على أساس ممكن يقلل من قيمة الشخص اللي أمامه، أو نوع من اللامبالاة بهذا. أكيد طبعاً أستاذ عبد الرحمن، هناك أساسيات لهذه اللغة، فما الأساسيات اللي تركز عليها عند عمل الدورات الخاصة بلغة الجسد أو الورشات التدريبية؟ دائماً أي ورشة تدريبية بدايتها هدف، والهدف يجب أن أكون أنا كشخص مدرب أكون مقتنع تماماً أني أنا موقن بصحة هذا الهدف، لذلك نحن نبرز للناس أهمية لغة الجسد في نجاحك في الحياة. أنت تنجح مع أسرتك، تنجح مع مديرك في العمل، الساسة، العالم كلها تنجح عن طريق الأمور الفنية اللي مثل هذه. إذا أهمية لغة الجسد، رقم 2 نركز كثيرا على التمارين وعلى الممارسة المستمرة، 3 نؤكد لهم هذه الأمور حساسة، فإن أنت الأصل أنك تحسن الظن في الناس، ما تبدأ تراقب صحيح. الناس وأحوال الناس،
وفي نفس الوقت ما تكون انسان غشيم، انت ممكن يظهر عندك تصرف واضح ان هذا التصرف مثلا في وسيله خداع، ممكن انت تسير لكن تكون شخص ذكي. صحيح، أكيد كنت ويانا عبر تطبيق زوم الأستاذ عبد الرحمن الكندي مدرب دولي، يعطيك العافية على المعلومات اللي زودتنا فيها. العفو، أنا شاكر لكم الاستضافة. يعطيك العافية، شكرا لك.